راديو بلس بلس كون راديو. يعني قبل ما نختم معك بغيتك تعطيني رايك في مجموعه من الاسماء. مش مشكل مجموعه الاسماء تفضل. رئيس الحكومه عبد الاله بن كيران فايت لك وصفتيه بالطفل. فايت وصفته بالطفل زعما دري صغير؟ لا طفل باطنه سريرته. هو السيد رئيس الحكومه عبد الاله بن كيران عنده واحد الميزه، يعني لا يختلف اثنان اننا حينما ننظر اليه كاننا ننظر الى شخص فرد من عائلتنا، كالاب مثلا او العم او الجار. عنده واحد الهيئه توحي بالطيبوبه وتوحي بكونه رجل، يعني رجل ينتمي الينا وننتمي اليه. إذا ما شفنا هذا ما جعلنا يقول عنه طفلا، لأنه سريرته توحي بأنه ربما هو كذلك، ربما أكيد توحي بأنه طفل يعني منفتح وما في قلبه، يعني طفل، هو طفل كما قلت. ولكن الآن بعد الأحداث وبعد هذه المسائل كبر كلها شوية نضج. لا نضج، لا هو لازال طفلا. شحال في عمره دابا؟ لا شحال في عمر هذا الوليد؟ اسمح لي، أرى أنه بالنظر إلى أحيانا يهيئ لنا أنه متجاوز، يعطينا هذا الانطباع أنه متجاوز في بعض الأحداث، متجاوز فيما يقع بالنسبة لما يقع داخل الحكومة، متجاوز. وصف أعطينا وصف واحد. هو مسكين مسكين من هذه الزاوية. أراه مسكين؟ أراه مسكين لأنه كأن أراه متجاوزا، أحيانا أراه متجاوزا. كيفاش مسكين؟ أنه رئيس مسكين. مسكين يعني محقور. مسكين، لا مسكين قلتي وصف. الوصف اللي جاني دابا هو أنه مسكين، لأنه أحيانا هو يكون متجاوز من بعض الأحداث التي من المفروض أن يكون على يعني أن يكون ضابطا لها بحكم الصلاحيات التي أعطيت له من طرف دستور. شنو ما هو ما ضبطش لها؟ ما ضبطهاش. كيعطينا هذا الانطباع أحيانا، كيعطينا هذا الانطباع مسكين زعما غير على قد الحال. أحيانا أراه مسكينا، وأحيانا أخرى نظرا عاود للأحداث ونظرا للاحتقار. كيما نفهموها الناس غادي يسمعوها دابا غادي يقول كتقول رئيس الحكومة مسكين، علاش؟ واش على قد الحال ثقافته على قد الحال؟ انا كنشرح لك حيت ما كنفهم. انا ما فهمت بصراحه، ما فهمتش هذا الانطباع اللي جاني. انا كنشرح احيانا كيعطينا الانطباع انه متجاوز بما يقع بين احداث داخل الحكومه، يعني ما يستحقش يكون رئيس حكومه. لا ما قلتش داكشي. لا شي واحد متجاوز راه خصو، لانه رئيس الحكومه خصو يكون. ما خليتيش نكمل الجزء الثاني حيت ما فهمتش. احيانا اراه مسكينا واحيانا اخرى بالنظر الى احداث ووقائع اخرى اراه ايضا مسكينا، ولكن مع حد في الميم هذه المرة سكينا. هذا هو. شني يعطيني غير حدث واحد بلك فيه هو مسكين وحدث آخر بلك فيه سكين؟ أعطيني غير أحداث متعددة. أعطيني غير حدث واحد. حينما مثلا بالنسبة للأساتذة المتدربين مسكين، كنت كتحدث على طعن طعنت في ظهري. انا ارى ان ما كاينش اكثر من طعن الاساتذه المتدربين. يعني ما يقع للاساتذه اذا كان فيها سكين، هذا كان فيها سكين. يعني هذا الطعن ديال لا الطعن ديال الاساتذه المتدربين كان مسكين ماشي سكين، كان مسكين. لان احيانا ارى انه لست ادري لما يعطيني هذا الانطباع انه احيانا مغلوب على امره. هناك يعني جدل بينه وبين السيد وزير التربيه. سيد وزير التربيه كيتكلم في الشرق وكيتكلم في الغرب، ما كاينش واحد الاتفاق كيعطي الانطباع انه يتفاهم وضعيه هذه الاساتذه، ولكنه لا حول ولا قوه له في ذلك. اعتبره مسكينه في هذا الاطار. ولكن في اطار اخر من زاويه اخرى، حينما يتعلق الامر ببعض النخبه مثلا، حينما يقول عفى الله عما سلف، يعني شنو هذه سكين؟ هذا سكين للطبقه الكادحه. راديو بلس كون راديو.